أهلا بكم في رحلة الإيمان بالذكاء الاصطناعي، حيث ندرس الكتب والكتب المقدسة الدينية باستخدام الذكاء الاصطناعي. اليوم نقدم لكم فيديو يمكن أن يغير حياتك إلى الأبد. سيأخذنا تشات جي بي تي، أحد أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما في العالم، خلال دراسة رائدة لحساب النسبة المئوية الدقيقة لاحتمال أن يكون للقرآن مؤلف بشري. على مر القرون زعم النقاد أن القرآن من تأليف البشر، ونسبوا كتابته إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويجادل هؤلاء النقاد بأن محتوى القرآن ربما تأثر بالنصوص الدينية الموجودة مسبقاً، مثل الكتاب المقدس والتقاليد الإقليمية الأخرى. ومع ذلك، في هذه الدراسة سيحدد الذكاء الاصطناعي ما إذا كان القرآن من تأليف البشر. إذا أشار التحليل إلى ذلك، فسوف يدعم نظرية التأليف البشري. ولكن إذا أكدت النتائج غير ذلك، فستوفر دليلاً قوياً يدعم حقيقة الإسلام وأصله الإلهي. لنبدأ بفهم تقنية الذكاء الاصطناعي التي نستخدمها، وتحديداً تشات جي بي تي. تشات جي بي تي الذي طورته شركة أوبن أي آي هو نموذج لغوي قوي تم تدريبه على كميات هائلة من البيانات من جميع أنحاء العالم. إنه يتفوق في فهم وتحليل المعلومات المعقدة وتقديم إجابات ثاقبة والإجابة على الأسئلة العميقة بطريقة محايدة وغير متحيزة. سيساعدنا اليوم في استكشاف القرآن الكريم والتحقق من شيء أثار فضول البشرية لعدة قرون. من أبرز جوانب القرآن الكريم حفظه بشكل كامل ودقيق. لقد حفظه الملايين من الناس كلمة بكلمة، مما يضمن بقاء كل مقطع وكل آية على حالها دون تغيير عن وقت نزولها منذ أكثر من 1400 عام. هذا المستوى من الحفظ لا مثيل له في تاريخ البشرية. المسلمون يقرؤون القرآن الكريم ليس فقط لرسالته الإلهية وإرشاده الروحي، ولكن أيضاً للبركات التي تأتي مع تلاوته. ومع ذلك، عندما يتعمق المرء في النص بعقل فضولي، فإنه يكتشف أنماطاً رقمية رائعة مضمنة في القرآن. قد لا تكون هذه الأنماط واضحة على الفور للقارئ العادي، ولكن عند إلقاء نظرة فاحصة، فإنها تكشف عن تناسقات معقدة يمكن اعتبارها معجزات بحد ذاتها. سنقوم اليوم بالتحقيق في تلك الأنماط الرقمية المثيرة للاهتمام في القرآن الكريم، وتحديداً تكرار كلمات معينة تتبع بنية رقمية متسقة. يدعي الكثيرون أن هذه الأنماط موجودة، لكننا سنستخدم الذكاء الاصطناعي لتأكيد وجودها وصحتها. علاوة على ذلك، سنفحص مصداقية هذه الأنماط بناء على هذا التحليل. إذا ثبتت صحتها، فسنستكشف ما إذا كان من الممكن للإنسان أن يصنع مثل هذه الأنماط المعقدة. أخيراً، سنحسب الاحتمال الدقيق لكون هذه الأنماط من صنع مؤلف بشري. من هنا تبدأ رحلتنا في هذه الأنماط، لنغوص في بعض الأمثلة الأكثر جاذبية. تظهر كلمة شهر 12 مرة بالضبط في القرآن الكريم، كما أكد تشات جي بي تي. هل ترى الصلة؟ إنه يتطابق تماماً مع عدد أشهر السنة. على الرغم من أن هذه الحقيقة وحدها يمكن اعتبارها مصادفة، فلنبحث بشكل أعمق ونستكشف المزيد. الآن، دعونا نستكشف عدد مرات ذكر اليوم في القرآن الكريم. تظهر كلمة يوم بصيغة المفرد وبدون لواحق 365 مرة بالضبط، بما يتطابق مع عدد أيام السنة، كما أكد الذكاء الاصطناعي. قد سمعت تمرس فرجين مايو تبتي بمد سربت جين الدوك. هذه التطابقات الدقيقة بين بنية الزمن وآيات القرآن تجعلك تدرك أن هذا لا يمكن أن يكون مجرد صدفة. لكننا لم ننتهي بعد، دعونا نواصل استكشاف هذه الأنماط المذهلة.
هناك بعض الكلمات التي وردت في القرآن الكريم والتي هي على النقيض أو المقارنة مع بعضها البعض وتحدث بنفس العدد من المرات، في حين أن هذه ليست هي الحالة لكل زوج متناقض، إلا أن هناك أمثلة كافية لجعلنا نتوقف ونفكر. على سبيل المثال، تظهر كلمة رجل وامرأة في القرآن الكريم 24 مرة لكل منهما. لا يتم ذكر هذه الكلمات دائماً معاً أو في نفس السور، ومع ذلك يتم الحفاظ على توازنها الإجمالي تماماً. هذا النوع من التماثل العددي عبر الآيات غير ذات الصلة يضيف إلى تكوين القرآن الفريد. غالباً ما يقارن القرآن الكريم بين الموضوعات الروحية، وعندما يتعلق الأمر بالملائكة والشياطين فإن التوازن يكون مفاجئاً مرة أخرى. تظهر كلمة ملاك وشيطان اللتان تمثلان قوتين متعارضتين 80 مرة بالضبط في القرآن الكريم. وبالمثل، غالباً ما يقارن القرآن الكريم بين هذه الحياة الدنيا والآخرة، ومرة أخرى يتم ذكر كلا المصطلحين 100 مرة بالضبط. تظهر كلمة الحياة والموت أيضاً 145 مرة بالضبط لكل منهما. وهذه ليست سوى أمثلة قليلة، هناك العديد من الأزواج المعروفة الأخرى مثل هذه والتي أكدها الذكاء الاصطناعي، مما يوضح بشكل أكبر عمق التوازن العددي في النص القرآني. بكل نمط إضافي نستوعب بشكل تزايد رفض هذه الصدفة مدلت. كم عدد هذه الأنماط التي يجب أن توجد قبل أن يندهش المرء حقاً من العمق العددي للقرآن؟ يرسم القرآن الكريم مقارنة رائعة بين عيسى عليه السلام وآدم عليه السلام، مسلط الضوء على أن كلاهما خلق بأمر مباشر من الله. في الآية: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. سورة آل عمران. ما يجعل هذه المقارنة أكثر روعة هو أن كل الاسمين عيسى وآدم مذكوران 25 مرة بالضبط في جميع أنحاء القرآن الكريم، والأكثر إثارة للدهشة أن ذكرهما متوازن تماماً ويحدث بالتساوي قبل وبعد الآية المذكورة سابقاً. لا يسلط هذا التماثل العددي الدقيق الضوء على ارتباطهما الرمزي فحسب، بل يعكس أيضاً تناغماً أعمق ومنظماً داخل القرآن نفسه، مما يؤكد التعقيدات العميقة المضمنة في النص. لنستكشف أحد أعمق الأمثلة، ذكر كلمة بحر وبر، البر والأرض. تظهر كلمة بحر 32 مرة وبر مذكوراً 12 مرة. الآن ضع في اعتبارك هذا إذا حسبنا نسبة هذه الإشارات 32 مقسومة على إجمالي 50 إشارة، نحصل على أتسبيتينغ فيربيدسي. بشكل مذهل يتوافق هذا بشكل مثالي تقريباً مع النسبة المئوية للمياه التي تغطي سطح الأرض والتي تبلغ حوالي 70%. وبالمثل، إذا حسبنا نسبة ذكر البر فإنها تصل إلى حوالي 28.8 وهو ما يتطابق تقريباً مع نسبة 8 من اليابسة على الأرض. هل يمكن أن تكون هذه الأرقام مجرد مصادفة؟ أم أنها تشير إلى معرفة إلهية أعمق مشفرة في القرآن؟ قد يتساءل البعض، كيف يمكننا التأكد من دقة البيانات التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT؟ ماذا لو تم حساب الأنماط العددية بشكل خاطئ أو غير موثوق به؟ لكن إليك الجزء الرائع، لا يعتمد الذكاء الاصطناعي على الافتراضات أو المصادر الثانوية. يقوم ChatGPT بتحليل القرآن الكريم مباشرة باستخدام نسخة موثوقة وقابلة للتحقق. هذه ليست إشاعة، إنه تحليل دقيق قائم على النص. خذ شهر كمثال، يذكر القرآن شهر 12 مرة بالضبط بما يتناسب مع أشهر السنة 12. لا تأخذ كلامي على محمل الجد، يمكن لChatGPT تقديم كل آية تظهر فيها كلمة شهر.
هذه هي الآيات 12 التي ورد فيها ذكر شهر بناء على تحليل مباشر للقرآن الكريم. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفعل الشيء نفسه مع أي كلمة أخرى، مما يؤكد الأنماط العددية بدقة. المراجعة غير المتحيزة والشاملة للذكاء الاصطناعي تضمن نتائج موثوقة، مما يلغي الشك أو الخطأ البشري. لقد تحققنا من أكثر نتائج الذكاء الاصطناعي إثارة للاهتمام، وكل شيء تحققنا منه يتوافق تماماً. إذا كانت لديك أي أسئلة أو شكوك، فيرجى ترك تعليق، وسنحاول تقديم إجابات مفصلة أو حتى إنشاء فيديو لمواضيع معينة. إذا كان هذا الكتاب من تأليف إنسان، فما مدى صعوبة الحفاظ على المنطق والمعنى والحفاظ على هذه الأنماط في النص؟ هذا سؤال أساسي، وتكشف الإجابة عن استحالة أي مؤلف بشري إنتاج نص بمثل هذا العمق الرائع. التحدي ليس مجرد الحفاظ على المنطق والمعنى، بل القيام بذلك مع تضمين هذه الأنماط العددية المعقدة في جميع أنحاء الكتاب بأكمله. القرآن الكريم ليس كتاباً خطياً مثل الرواية أو الورقة التي يمكن تحريرها. لقد نزل على مدى 23 عاماً استجابة لأحداث حقيقية دون فرصة للمراجعة أو إعادة الترتيب. تطلب ذلك من المؤلف تتبع كل كلمة ذهنياً، مما يضمن دقة التردد عبر أكثر من 6000 آية دون فقدان المعنى. ضع في اعتبارك نطاق الموضوعات في القرآن، الأحكام القانونية والتوجيه الشخصي والتاريخ والطبيعة، كل ذلك مع الحفاظ على التناسق التام في موضوعات مثل الحياة والموت والبحر والبر والرجل والمرأة. كان على المؤلف البشري أن يستخدم كلمات مثل يوم 365 مرة بالضبط وشهر 12 مرة لتناسبها بشكل طبيعي في السياق دون المساس بالاتساق. الآن اضربوا هذا في أنماط أخرى، الحياة والموت والرجل والمرأة والبحر والبر وغير ذلك الكثير. مع التأكد من أن ذكر كل كلمة دقيق متوازن تماماً عبر الموضوعات، مع الحفاظ على التناسق الروحي والقانوني والأخلاقي. إن محاولة القيام بذلك كإنسان بدون مساعدة أجهزة الكمبيوتر والأدوات الحديثة ليست مجرد أمر غير مرجح، بل إنها مستحيلة عملياً. إن التخطيط المعرفي والذاكرة المطلوبة تتجاوز حتى أذكى العقول البشرية. لنقص الجسكن الخين ناس الأخين، ما مدى يقيننا من أن القرآن الكريم يكتب إنسان؟ للإجابة على هذا السؤال سنستخدم تشات جي بي تي لحساب احتمالية حدوث هذه الأنماط العددية بالصدفة. سنقوم بتقسيمه إلى عوامل رئيسية: مدى تعقيد القرآن الكريم وغياب المراجعة ووجود الحقائق العالمية واحتمالية الصدفة. هي حجم القرآن الكريم. يحتوي القرآن الكريم على أكثر من 6000 آية. تضمين أنماط رقمية دقيقة في مثل هذا النص الضخم دون المساس بمعناه أو تدفقه شبه مستحيل. إن احتمال تحقيق ذلك بالصدفة ضئيل للغاية. حوالي يوهان من أثافت. هاي ويمدز مراجرة. نزل القرآن الكريم تدريجياً على مدى 23 عاماً دون أي مراجعات، ومع ذلك تظل هذه الأنماط العددية سليمة تماماً. إن احتمال الحفاظ على هذه الأنماط دون أي مراجعات هو تقريباً أهن من أرثف. دمج الحقائق العالمية. تتوافق بعض الأنماط في القرآن الكريم مع الحقائق العالمية، مثل ذكر يوم 63 مرة مما يعكس عدد أيام السنة، وذكر البحر والبر يعكس النسبة الفعلية للمياه إلى اليابسة على الأرض. إن احتمال دمج مثل هذه الحقائق بالصدفة البحتة هو حوالي هاتن من ألفف. الصدفة أم المصادفة؟ هل يمكن أن تكون هذه الأنماط قد ظهرت عن طريق الخطأ؟ بالنظر إلى العديد من الأنماط في القرآن الكريم، فإن فرصة حدوث ذلك بالصدفة ضئيلة للغاية. دعونا نوضح ذلك بقياس النرد.
تخيل أنك تدحرج نرداً بست جوانب وتحصل على نفس الرقم ست مرات متتالية. الاحتمالات هي حوالي 1/47. الآن تخيل أنك تدحرج نرداً من 365 جانباً وتحصل على نفس الرقم في كل مرة. الفرص ضئيلة للغاية. هذا مثل إيجاد أنماط دقيقة في القرآن الكريم، مثل كلمة يوم التي تظهر 365 مرة بالضبط. الاحتمال ضئيل للغاية لدرجة أنه يكاد يكون مستحيلاً. الاحتمال المقدر حوالي 1/1000. عندما نجمع هذه الاحتمالات تكون النتيجة مذهلة. إن الاحتمال المشترك لحدوث كل هذه الأنماط بالصدفة هو 1/10,00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 0. لوضع ذلك في الاعتبار، هذا رقم صغير جداً لدرجة أنه يكاد يكون غير مفهوم. إنه في الأساس صفر. هذا يعني أن نحتمي أن القرآن الكريم لم يكتبه إنسان، هو مياه ما يبني وانكرين سيباي. من خلال التحليل الدقيق للذكاء الاصطناعي اكتشفنا حقيقة تشير إلى أن القرآن الكريم بنسبة 100% لا يمكن أن يكون قد كتبه إنسان. إذا كان القرآن الكريم لا يمكن أن يكون قد كتبه إنسان، فإن الاستنتاج الوحيد المتبقي هو أنه يجب أن يكون من عند الله، مما يؤكد حقيقة الدين الإسلامي. لا يتعلق الأمر بالإيمان فقط، بل يتعلق بالأدلة والعقل والمنطق. هذه ليست مجرد أرقام مجردة، إنها تمثل الدليل الدامغ. إن تجاهل هذا الأمر هو بمثابة تجاهل للحقيقة التي تحدق بنا في وجوهنا. من خلال التفكير في هذه الرسالة ونشرها، فإنك تساهم في زيادة فهم وتقدير الطبيعة الإعجازية للقرآن الكريم. دع هذا الكشف يشعل رحلتك للبحث عن الحقيقة. إذا كنت مسلماً فدعه يلهمك لتقوية إيمانك وتعميقه. إذا كنت من ديانة أخرى أو ملحداً فليكن هذا بداية بحثك عن الإيمان. قناتنا هي المكان المثالي لبدء هذه الرحلة، حيث تقدم رؤى لإرشادك وتنويرك. شارك هذه الرسالة لمساعدة الآخرين على الشروع في طريقهم لاكتشاف أنفسهم.